صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: قال رجل: أود أن أدخل الكنيسة لأختبر إيماني، فما حكم هذا القول؟ يعني ما يختبر إيمانه إلا بالكنيسة. دخول في الكنيسة من أجل الاطلاع على أوضاع الكفار ليعتبر لا بأس بذلك إذا كان عنده قوة إيمان وعنده بصيرة وعلم. أما إذا كان جاهلا ويغتر بمظاهر الكفار ربما ينخدع ويعجب بها فلا يدخلها. الجاهل لا يدخلها خشية عليه من التأثر، لأن عندهم جاذبية وعندهم أساليب ومغريات، فاللي ما عنده إيمان وعنده علم يخشى عليه. نعم.